صباح الخير عليكم جميعا، أنا إيهاب فتح الضريار، راح أكون معكم في الفيديو رقم 25 في سلسلة الفيديوهات الخاصة بمنصة الأردوينو. اليوم هنتكلم على حاجة مهمة، temperature sensors أو قياس الحرارة مستخدمين الأردوينو. طبعا في التجارب العلمية وفي كثير من التطبيقات بيكون مهم جدا إن إحنا نقيس درجة الحرارة ونتابع درجة الحرارة، نعمل لها لوجين أو نخزنها في ذاكرة معينة، أو نعمل بها كنترول للسيستم بتاعنا، أو نعمل بها مونيتور للسيستم بتاعنا. فهو موضوع مهم جدا جدا وانترستنج في كثير من التطبيقات العملية والعلمية. في 3 سنسرز مستخدمين بكثرة في القياس بتاع درجة الحرارة، وبالأخص لما نكون إحنا بنتعامل مع أردوينو أو مايكرو كنترولر. أول نوع منهم حاجة اسمها ريزيستيف تمبرتشر ديتكتورز، ودي نوع من المواد المقاومة بتاعتها بتعتمد على درجة الحرارة. فإحنا لو قدرنا نقيس المقاومة بتاعتها بنقدر نعرف درجة الحرارة. في نوع تاني اسمه سيرموكابول، والسيرموكابول ده برضو بيعتمد على خاصية فيزيائية اللي هي بتقول لنا إنه لو عندنا السيرموكابول ده مادتين من نوعين مختلفين ربطناهم مع بعض بطريقة معينة، خلينا طرف منهم في حتة سخنة والطرف الثاني في درجة حرارة باردة، هيتولد لنا تيار في السيرموكابل بتاعنا بيكون بيتناسب طرديا مع الفرق في درجة الحرارة. يعني هنيجي في وقت تاني نتكلم عنه بتفصيل أكتر، لكن خلينا نقول ده نوع من أنواع مقاييس درجة الحرارة اللي إحنا ممكن نستخدمها مع المايكرو كنترولر أو مع الأردوينو. النوع التاني بيسموه لنا سيمي كوندكتر سنسرز، ده بيختلف شوية عن النوعين التانيين. ده بيعتمد على بعض الخواص بتاعت السيمي كوندكتر اللي بتتغير بتغير درجة الحرارة، وبنقدر نقيس به درجة الحرارة. طيب الاختيار بتاعنا، يعني نختار يا نوع احنا نستخدمه في التجربة بتاعتنا او في السيستم بتاعنا، اول حاجة بيعتمد على المدى بتاع درجة الحرارة اللي احنا عايزين نقيسه، بيعتمد على الدقة بتاعة الدرجة بتاعة الحرارة اللي احنا عايزين نقيسها، وبيعتمد كمان على الريسبونس تايم بتاع درجة الحرارة، الريسبونس تايم بتاع السنسر اللي احنا عايزين نستخدمه. أكتر نوع عنده مدى واسع بتاع قياس بتاع درجة حرارة إذا كان من السالب إلى الموجب هو الثيرموكابل، وده ممكن يمشي لنا لماينس 100 درجة أو أكتر كمان، أقل يعني درجة حرارة أبرد، إلى درجة حرارة في حدود 1000-1100 درجة مئوية. الريسبونس تايم بتاعه سريع جدا، يعني بيستجيب بسرعة جدا جدا لأي تغيير في درجة الحرارة. أقل نوع المدى بتاعه يعني محدود أكتر، والريسبونس تايم بتاعه أقل، هو السيمي كوندكتر تايب تمبريتشر سنسر. الاستجابة بتاعته للتغير في درجات الحرارة أبطأ شوية، لكن هو رخيص وممكن استخدامه بسهولة. فبتعتمد على حسب التجربة بتاعتك وعلى حسب مقتضياتك وحسب متطلباتك، أنت هتختار التمبريتشر سنسر المناسب لك. الليلة احنا حقيقة هنشوف الـ temperature sensor من نوع الـ semiconductor، هنستخدمه
اسمه دي اس 18 بي 20، ودي المواصفات بتاعته. هو ديجيتال تمبرتشر سنسر، بيستخدم نوع من الكوميونيكيشن مع المايكرو كنترولر اسمه وان واير، وزي ما ظاهر من الاسم بتاعه انه هو بيحتاج سلك واحد عشان ينقل المعلومات من التمبرتشر سنسر الى المايكرو كنترولر بتاعنا. بيحتاج فولتج من 3 الى 5 فولت، المدى بتاع الحرارة بتاعه من ناقص 55 درجة مئوية الى 125 درجة مئوية، الدقة بتاعته في حدود الـ يعني الهاف ديجري او 0.5 ديجري سنتيجريد. ممكن يطلع لنا اوتبوت بديفرنت ريزوليوشنز، دي ما هن يعني ما انترستد فيها. وممكن احنا في الوان واير زي ما هنيجي نذكر بعد شوية، انك انت ممكن تشغل عدد من السنسرز بنفس البين على أردوينو، لكن برضو كل واحد منهم لازم يكون عنده عنوان منفصل عشان نقدر نعمل القياس بتاعنا. الاستجابة بتاعته للتغيرات في درجة الحرارة يعني منخفضة شوية، ربما بيحتاج له حوالي يعني ثانية أو 750 ملي سكن عشان يعمل لنا قراية دقيقة لدرجة الحرارة. برضو عنده الإمكانية إنه إحنا to program it إنه يعمل لنا alarms. program it إنه يعمل لنا alarm معناها ممكن إحنا نبرمجه لما يصل عند درجة حرارة معينة يعمل لنا output معين. إحنا حقيقة ما هنستخدم كل الفيتشرز بتاعته، لكن هنستخدمه فقط إنه يقرأ لنا درجة الحرارة. زي ما قلنا السنسر بتاعنا الليلة بيستخدم بروتوكول اسمه وان واير. حقيقة ما في يعني ما في سنسرز كثيرة موجودة، العدد بتاع السنسرز اللي بيستخدم البروتوكول بتاع الوان واير بسيط ما كثيرين، لكن هي واحدة من الفائدة بتاعته انك انت ممكن توصل عدد كبير من السنسرز في نفس داتا the same data line. وبعد كده بيحتاج له انه power 5 فولت، وبيحتاج له ground وداتا line واحدة ممكن نوصل بها عدد كبير من السنسرز. بس لكل سنسر لازم نكون عارفين الادرس بتاعه او العنوان بتاعه عشان المايكرو كنترولر لما يجي يخاطب السنسر المعين. طيب الفرق بينه شنو؟ بين الـ I2C اللي احنا كنا تكلمنا عليه في الفيديو السابق لو تذكروا، انه ده الـ I2C بيحتاج الى 2 wires، واحد clock وواحد data line. الـ 1 wire بيحتاج سلك واحد. الـ I2C ممكن يكون عنده multiple masters، لا هنا لازم يكون عندنا master واحد. master واحد معناه في الخط بتاعنا في unit واحدة هي اللي بتطلب الأوامر أو بتصدر الأوامر، بخلاف الـ I2C ممكن يكون عندنا عدد من الـ Multiple Masters. طيب الفائدة بتاعته شنو؟ الفائدة بتاعته إنه بيستخدم سلك واحد، والحاجة الثانية إنه ممكن السلك المستخدم ما بين المايكرو كنترولر والسنسر يكون مسافته طويلة، أو يعني ممكن يكون المايكرو كنترولر في حتة والسنسر بتاعنا يبعد عدد من الأمتار، يعني من كل سنسر للتانية، لكن أعتقد أكثر من مترين ثلاثة أمتار أنت بتقدر تكون عندك يعني البعد ما بين المايكرو كنترولر والسنسر. الحكاية دي ما صحيحة للـ I2C. الـ I2C بيحتاج إنه الـ peripherals أو الـ slaves بتاعتك تكون أقرب، ف برضو على حسب الاحتياج بتاعك، على حسب ظروفك، على حسب المقتضيات بتاعت التجربة بتاعتك، بعد كده انت بتختار which protocol which sensor انت تستخدمه، تفاصيل هكذا. يبقى عندنا digital sensor اللي اسمه DS18B20، بيشتغل من ناقص 55 درجة مئوية الى 125 درجة مئوية، بيشتغل بـ one data line.
طيب دي التوصيلة بتاعتنا اللي احنا هنشتغل بيها. ده السنسر شكله كده، بيجي حقيقة السنسر ده في شكلين، يا إما بيجي بالشكل ده أو بيجينا بالشكل ده اللي هو بيسموه الووتر بروف سنسر، يعني لو عايزين نستخدمه في حتة رطبة بنستخدم دائما السنسر لما بيجينا بالشكل ده، وده ووتر بروف وده اللي هنستخدمه الليلة. طيب التوصيل بتاعه very simple، اتذكروا هنستخدم برضو عشان نكتب التمبريتشر بتاعتنا او نوصل التمبريتشر بتاعتنا، هنصدرها في شاشة LCD، فبتذكروا الشاشة LCD بتتوصل مع الاردوينو عبر البروتوكول بتاع الـ I2C في سلك الـ SCL في الشاشة، بتوصل مع البين A5، الـ SDA بين بتوصل مع الرجل A4. اوكي، وانتبهوا انه الرجل دي هي الارجل فقط اللي انت ممكن تستخدمها في الاردوينو عشان تستخدمها مع I2C بروتوكول. السنسر بتاعنا فيه رجل بتمشي مع الجراوند، وهي دي زي ما شايفين الرجل على اقصى الشمال، الرجل على الاقصى اليمين دي اللي بتمشي مع الباور بتاع الـ 5 فولت، الرجل اللي في الوسط دي هي الداتا لاين. قالوا لنا لازم الرجل اللي في الوسط دي نعمل لها بول اب ريزيستنس، نستخدم مقاومه مقدار 4.7 كيلو اوم. ركزوا على المعلومه دي، ما كل المقاومات تنفع نعمل بول اب ريزيستنس بيها، الفيري سبيسيفيك قالوا لنا استخدموا مع السنسر دي اس 18 بي 220 مقاومه مقدارها 4.7 كيلو اوم، وتكون باور بول اب ريزيستنس. بين الرجل بتاعه الريزيستنس والرجل بتاعه المايكرو كنترولر سوري السنسر بنشيل سيليك واير، وبعد كده ممكن نخده في اي رجل من الارجل بتاعه المايكرو كنترولر، ما في رجل سبيسيفيك عشان نوصل بها مع الاردوينو، لا اي رجل ممكن تشتغل اذا كانت انالوج بين او ديجيتال بين. احنا اخترنا انه احنا نوصل السنسر بتاعنا مع الرجل رقم 4، فالتوصيله فيري سيمبل، تذكروا دي نفس التوصيله بتاعت الشاشه في التجربه اللي فاتت او في الفيديو السابق. عندنا السنسر بتاعنا رجل بتمشي مع الجراوند، رجل مع الباور، رجل الثانيه في الوسط بيحصل لها بول اب ريزيستنس ب 4.7 كيلو اوم، وبنشيل منها الداتا لأي رجل من الأرجل بتاعة الأردوينو، اخترناها 4. طيب الكود بتاعنا ده تقريبا very basic code. أوكي، زي ما شايفين هنا في جزء ده احنا شفناه قبل كده، ده احنا عشان نشغل الشاشة بتاعتنا بالبروتوكول بتاع الـ I2C، وكتبنا الادريس بتاع الشاشه المستخدمين، وريناه ان الشاشه بتاعتنا او ال LCD هي 16 باي 2. ده الجزء الخاص بينا عشان نشغل ال one واير بروتوكول على الاردوينو بتاعنا. عندنا library اسمها one واير. اوكي، في لايبرري تانية احنا بنستخدمها اسمها دالاس تمبريتشر، ودالاس تمبريتشر دي مخصوصة للسنسر بتاع دي اس 18 بي 20، دي هي مخصصة عشان تقرا لنا التمبريتشر بطريقة سهلة من السنسر بتاعنا. طيب زي ما قلنا الوان واير بروتوكول اوكي ممكن يستخدم مع سنسرز مختلفة، ما بالشرط الموديل اللي عندنا، وما شرط انه يكون temperature sensor، ممكن يكون حاجه ثانيه. فاي حاجه بتستخدم one wire protocol لازم نعمل لها ندخل اللايبرري. بالنسبه للسنسر بتاعنا في library بتريحنا عشان نستخدمها اسمها Dallas temperature، فدي برضو بنشتغل بها. البين اللي احنا هنستخدم معاه السنسر احنا بنجي نعرفها بالطريقه دي، نقول له one wire bus،
ونكتب الرقم بتاع شنو؟ نكتب الرقم بتاع الرجل اللي احنا مستخدمينها. بعد كده بنجي نعرف انستنس اسمها وان واير، ونقول له استخدم معاها الرجل الرقم 4. وبنجي نكلم اللايبرري بتاعت الدالاس تمبريتشر، بنقول لها عندنا سنسر موصل لنا في البروتوكول اللي اسمه وان واير. دي الجزئيه اللي احنا بنحتاجها عشان نشغل السنسر بتاعنا. طيب هنا عندنا جزئيه برضو ما هنتكلم عليها، دي الجزئيه اللي بتعمل لنا التشغيل بتاع ال LCD، اذا انيشيت الباك لايت الكلير، اذا عندك حاجات تانية انت عايز تعملها دي بتكون في السيت اب. برضو في السيت اب بتاعنا لازم نشغل السنسر بتاعنا. بنقول له سنسر بيجن عشان نشغل السنسر على الوان واير. بنكلمه بالريزوليوشن، الديفولت 12 انا زدتها، يعني لو كنت هتخلي الريزوليوشن بتاعك على 12 بت ما في داعي للامر ده، لكن انا كتبته ما هيضر. بعد كده عندنا امر اسمه set wait for conversion. الديفولت بتاع الامر ده هو true، انا عامله هنا false. طيب الامر ده بيعمل شنو؟ الامر ده بيقول انه احنا ما ناخد قرايه من السنسر ما لم يكون السنسر عمل التغيير بتاع التمبريتشر بتاعتنا بالكامل، يعني يكون احول القرايه بتاعته الديجيتال ريدنج بتاعته يحولها بالكامل الى تمبريتشر. طيب اثناء التشغيل انا لاحظت انه لما نخليها ترو بيحصل بلوكينج للكود. متذكرين فكره البلوكينج؟ بلوكينج معناها الكود بيتوقف عند نقطه معينه، و يعني بيفضل واقف عند النقطه بتاعه التحويل دي. في العادة السنسر بتاعنا بيحتاج له لحوالي 750 ملي سكن، يعني almost 1 سكن عشان يستعد انه يقرا لنا من تمبريتشر الى الثانية. فلكن لو عملنا له فولس ما بيحتاج انه يعمل ويت، وبالتجربة وجدنا انه احنا ستيل ممكن نستخدم التمبريتشر سنسر بتاعنا بدون مشاكل حتى لو احنا عملنا له فولس. صحيح القراية ما بتكون دقيقة للحد البعيد، لكن للتطبيق اللي احنا عايزين نعمله وجدنا ان هي مناسبة، فخلي بالكم برضو للمعلومة دي. اوكي طيب بعد كده خلاص دي الجزء بتاع السنسر السيت اب بتاعنا عملناه. هنجي لجزء تاني، الجزء ده بيقول لنا اقرا التمبريتشر باي اندكس. طيب في طريقتين عشان نقرا التمبريتشر من الـ من الـ من السنسر، يا اما باي اندكس يا اما باي ادريس. باي اندكس معناه شنو؟ لو عندنا اكثر من سنسر واحد موصل في الـ على الوان واير على السلك بتاعنا، اول سنسر او اقرب سنسر لينا للاردوينو ده بسموه الاندكس بتاعه زيرو، السنسر الأبعد شوية اسمه 1، البعده 2، البعده 3، البعده 4، والبعده 5، وهكذا. فدي اسمها temperature by index. الطريقة الثانية المور accurate تقول له read temperature أو request temperature by address. دي by address بنخد له الأدرس بتاع temperature sensor المعين اللي احنا عايزين نقيسه. طيب كل temperature sensor عنده يعني رقم أو address محدد، فأنت ممكن يكون عندك 10 temperature sensors في نفس اللاين، في كود ممكن تجدوه أونلاين يوريكم كيف أنتم ممكن تتعرفوا على يعني الأدريسز المختلفة بتاعة temperature sensors. وده لما نيجي نستخدمه بعد كده ما شرط انه هو يعني نقول له 1 2 3، لا احنا بنطلب الادرس، الطلب بتاع temperature request by address، نقول له امشي للسنسر اللي عنده العنوان كذا هكذا يجيب لنا منه temperature.
بعد كده عندنا امر تاني sensor get temperature by index. ال request temperature معناه انت بتطلب من ال من ال من السنسر بتاعك انه يحضر قرايه بتاعت temperature. بعد ما حضر القرايه بتاعت temperature بتقول له هنا اقراها لي. اوكي بنقراها ب value float. اوكي هيقرا لنا ب value float وهنخدها في متغير اي اسم بتاع متغير. انا اخترت الاسم بتاعي اسمه sensor reading. اوكي طيب بعد كده عشان انا اخليها قادر انه انا اطبع على الشاشه بتاعت ال LCD اتذكروا الامر ده double to string float. ده امر احنا شفناه في الفيديو السابق. بنخد هنا الفلوت فاليو بتاعتنا بنقول له اقل عدد من ال الديجيتس انكلودينج الماينس ساين والبوينت. اوكي عايزين نصهره. بعد كده 3 هي ال 3 ديسيمال بليسز والاوتبوت بتاعنا يطلع لنا في كاركتر الري. ارجعوا للفيديو السابق هتلقوا فيه وصف اكتر عن الامر ده. اوكي طيب الكاركتر الري بتاعتنا بنعرفها هنا شايفين كاركتر الري سي ديسبلاي 10. دائما بنخد عدد اكبر من اللي احنا متوقعين ليه عشان نكون اون ذا سيف سايد. اوكي بعد كده زي ما عارفين بنقوم نقول له سيت كيرسر ابتدي لنا الطباعه بتاعت الرقم بتاعنا من الموقع رقم 6 او من الرو رقم 6 في سوري من الكولوم رقم 6 الرو 0. اوكي ونقول له LCD print السترينج بتاعنا او الكاركتر بتاعتنا او الكاركتر array. طيب خلينا نمشي نشوف الكود بتاعنا. ده الكود بتاعنا زي ما قلنا دي الجزئية اللي احنا عرفنا الكاركتر array. عندنا هنا جينا عرفنا ال LCD وعرفنا هنا الجزئية بتاعت ال one wire protocol و including ال library بتاعت ال Dallas temperature sensor. هجيكم للحتة دي تاني. اوكي خلينا ممكن نقول بالنسبة لل LCD احنا قلنا فيها مجموعة من ال characters و defined. لكن طيب ماذا لو احنا عايزين نعمل new definition لكاركتر ما موجودة في ال ASCII map بتاعت ال LCD؟ فممكن نعرفها بالطريقة دي. اوكي بنعمل بايت. البايت دي هي عبارة عن array. ال array دي لاحظوا فيها 1 2 3 4 5 6 7 8. اتذكروا انه كل كاركتر في ال LCD احنا قلنا هو 5 by 8 معناها فوق 5 سوري فوق 8 روز وفوق 5 كولومز. 8 روز هنديل 1 2 3 4 5 6 7 8 في 5 كولومز 1 2 3 4 5. فبنشوف كل واحدة دارين ننورها منه ودارين نطفيها شنو. اوكي بعد كده هنا عندنا احنا طبعا ما هنحتاج للسيريال دي فهنمسحها. بنقول له سيريال انيشيت اعمل نور لنا الباك لايت كلير ال سي دي السيت كيرسر من 00 اطبع لنا سترينج تمبريتشر وبعد كده اعمل لنا نيو كاركتر. اوكي في الموقع بتاع الذاكره 0. اتذكروا ان احنا لما جينا عملنا الاسكي ماب وريتكم الاسكي ماب المره اللي فاتت قلت لكم في اماكن في الماب بتاعتنا فاضيه. بالنسبه للال سي دي بتاعتنا اول 8 مابس او اول 8 سبيسز احنا ممكن نعمل تعريف ل نيو كاركترز. يعني انا هنا ممكن اعمل نيو 8 كاركترز لل LCD بتاعتي حاجات ما موجوده اضيفها بضيفها في الميموري ادريسز ياتا
من 0 إلى 7. أوكي، أنا حفظت هنا الماب بتاعتي أو الحاجة الجديدة اللي أنا عملت لها create في الـ ASCII space رقم 0. أوكي، بعد كده بعمل set cursor مرة جديدة، أقول له write 0. write 0 معناها write الكاركتر الموجود في الأدريس 0، دي الحاجة اللي أنا عرفتها الآن هنا. وبعد كده أقول له اطبع لي C، فدي اللي هيطبع لي degree centigrade. عملت الـ begin sensor بتاعتي، الـ resolution، الـ weight conversion، عملت false. جيت لهنا الأمر اللي بيعمل لنا request لـ temperature. هنا الـ degree temperature حولناها إلى character array. هنا عملنا set للـ cursor بتاعتنا وطبعناها. أوكي، طيب خلينا أوريكم حاجة. اللايبريز دي يمكن أنا ما ذكرتها المرة الفاتت. اللايبري دي وون واير والدالاس دي ما بيجوا بري انستولد في الأردوينو بتاعنا. أوكي، هنحتاج ننزلهم. طيب بننزلهم وين؟ تعال تابع معي. بنجي هنا في الشمال، وبنجي هنا. اوكي، نقول له مثلا وان واير. اوكي، هيقول لنا كل اللايبريز الافيلبل اللي عندها علاقة بـ one wire اللي احنا مستخدمينها، اللي هي الـ one wire protocol أو one wire library by James Todd، والـ access to one wire temperature sensors memory other chips and more. بنجي هنا نلقاها يقول لنا install. طبعا احنا already install، فبنجي نقول له install لو كانت ما موجودة. تاني عندنا liquid كريستال. بنعمل ليكويد كريستال I2C. ما شايفه هنا، خلينا افتشها كده. اوكي، دي الباكيج اللي احنا مستخدمينها بواحد اسمه فرانك، باي فرانك. اوكي، احنا برضو اوريدي نازله عندنا، فانت لو ما كانت نازله عندك بتعمل لها انستول. الثالثه اللي انت بتحتاجها اللي هي دالاس تمبريتشر، برضو تجي تعمل لها في اللايبرري مانجر، تلقاها برضو الشغالين بها اسمها باي ميلز. ممكن تلقى واحدين تانيين، طيب فاحنا شغالين بها اسمها بانيلز، برضو لان هي اوريدي موجوده. لو كانت ما موجوده عندك انت هتعمل لها انستول. اوكي، طيب خلينا نشوف بعد كده الكود بتاعنا. اتس فاين، نعمل لي رايت او كومبايل، حصل لي كومبايليشن. طيب يلا لاحظوا دي الدائرة بتاعتنا، نفس التوصيلة بتاعت الـ LCD بنفس الطريقة. بعد كده عندنا الـ temperature sensor بتاعنا، ده الـ temperature sensor زي ما قلنا هو في النوعية بتاعت الـ waterproof. لاحظوا دي درجة الحرارة بتاعتنا، لو مسكته بيدي بيبتدي درجة الحرارة تزيد. شايفين الريسبونس بتاعه ما immediate، يعني احنا بنتوقع لما انا امسكه بيدي درجه الحراره تكون في حدود ال 36 درجه مئويه 37 درجه مئويه، لكن ما اتوقع انه يصل لي الدرجه دي immediately، هياخد زمن لحد ما يصل الدرجه دي. فدي واحده من المشاكل بتاعه temperature sensor الـ DS18
20، الاستجابة بتاعته ضعيفة. لكن في بعض الابليكيشن بيكون ما عندنا مشكلة في الحكاية. اوكي، شايفين الاستجابة بتاعته بطيئة شوية. لو جينا خدناه في الموية، هنا هي موية باردة شوية، يعني ما باردة شديد، هنلاقيه برضو درجة الحرارة بتاعته نزلت. خلوه تاني. زاد وهكذا. اوكي. برضو خلوا بالكم معانا في الفيديو ده، هنستخدم ان شاء الله، هنعمل فيديو قادم وبعده هنعمل لنا بروجكت صغير يورينا كيف ان احنا ممكن نخلق لنا او نعمل ديزاين ل تمبريتشر كنترول يونت، يخلي لنا السيستم بتاعنا، يتحكم لنا السيستم في تجربه ما بين درجتين بتاع حراره. ارجو ان الفيديو ده كان مفيد بالنسبه لكم، واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.